غير صحيح. نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح. والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية الضعيفة أخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بقى بيظهر لك الفرق بين الأخذ بالكم وعدم العناية بالكيف. لما كان يصلي أبي بالناس 11 ركعة حسب الرواية الصحيحة أو 23 ركعة حسب الرواية الضعيفة، كيف كان يصليهم؟ هون بيقولوا عنا بالشام نهج جيبي لا تقريب، كل شيء بس نهج جيبي لا تقريب. مفهومة بالكلام؟ نهج كيفية صلاة عمر لا تبحث فيها، بس انت خذ العدد لأنه هذا اللي بيناسبنا. الكيف تبع عمر كان ينتهي صلاة القيام في زمن عمر إلا ينصرفوا يعجلوا الخدم مشان يحضروا ايش السحور حيطلع الفجر. قديش هي بقى طويلة الصلاة هي؟ الناس لا تقدم، بس قول عمر عمل 23 ركعة، أما كيف صلت 23 ركعة؟ هي ما بنبحث فيها، لأنه هي ما بتناسبنا. نحن بدنا 23 ركعة مشان نهضم الطعام اللي أكلناه. يلا 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 الله. فإذا إذا كان صحيح أنتم معتقدين أنه عمر سوى 23، لكن كان قراءته طويلة وطويلة جدا، ما في إلى مثل اليوم إطلاقا في العالم الإسلامي كله. فإذا شو ما الذي يوجد في العالم الإسلامي؟ يوجد في الغالب 23 ركعة. أحسن من يصلي 23 ركعة بساعة، هذا اللي بلغنا. أحسن من يصلي إلا في مكة قد يطيلون ذلك أكثر. طيب هل ساعة من الزمان بتصلوا فيها 23 ركعة؟ أحسن شيء صلوا فيها 11 ركعة، حيكون فيها اطمئنان أحسن واتباع للرسول. هل إن الرسول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لذلك السيدة عائشة تقول لما سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل عن ركعاته، كان يواضح كما يقول الفقهاء جامعا مانعا. هي سئلت قيام الليل بصورة عامة فأجابت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي هنا الشاهد يصلي 4، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنه، يعني شيء طويل طويل لا تسأل عن طوله وعن حسنه منتهى الحزن، ثم يصلي عليه السلام 3 ركعات. قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت تشققت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن بدنا نحتج بعمر، بدنا نحتج بالرسول، لا نحتج بالرسول ليس بعمر. فما بالك إذا كان عمر أمر أبي بن كعب في الرواية الصحيحة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذا نحن إذا صلينا 11 ركعة بأنات وقراءة طيبة يستطيع الإنسان يتأمل فيما يسمع ويتدبر آيات الله وكلماته، أحسن من الصلاة اللي ما بحس فيها الإنسان بخشوع وكما يقولون اليوم بروحانية.
والله صلينا 23 ركعة ما عرفنا شو قرأ الإمام من القرآن بعد الفاتحة. هذا المشكلة. هو سؤالي كان عن يعني مشكلة قروية. إذا عن القيام الحديث هذا هو نفسه أنا حديث عائشة. حديث عائشة في رمضان وفي غيره. على 11 ركعة ما في أكثر.